ويبقى معنا من الجزائر مراسلنا حسان جزائري. حسان، بماذا يخاطب المترشحون الخمسة الحراك في الشارع الجزائري الذي يرفض في الأساس المسار الانتخابي؟ نعم، شكرا محمد. المترشحون الخمسة اليوم في اليوم الثالث من حملتهم الانتخابية يحاولون تقديم تطمينات للحراك الشعبي بالالتزام بمطالبه أمام موجة الرفض هذه التي يعرفها الحراك الشعبي، خاصة اليوم بخروج الطلبة عبر الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة للتعبير عن رفضهم الحالي لهذه الانتخابات أمام هذه الظروف الحالية. ومع بقاء الحكومة يرون أنه لا توجد ضمانات لإحداث القطيعة مع النظام السابق الذي يعتبر أحد أهم مطالب حراك 22 من فبراير. المترشحون الخمسة يؤكدون أنهم هنا لإحداث القطيعة على حد تعبيرهم، يحاولون تقديم ضمانات وتطمينات للحراك، يلعبون على وتر المشاكل الاجتماعية التي يعيشها الفرد الجزائري، يخاطبون الشباب بأنهم سيجدون لهم مناصب شغل للقضاء على مشكل البطالة التي تنتشر في المجتمع الجزائري، كذلك الرفع من المستوى المعيشي وتحسين الوضعية. وأهم الخطابات التي يوجهونها هي تقديم مشاريع تنموية في المناطق الصحراوية التي تعاني التهميش كثيرا خلال الفترات الحكم النظام السابق. ولكن حسان، إذا كانت هناك يعني مجموعات وحراك في الشارع الجزائري يرفض المسار الانتخابي، يبدو أن هناك تجمعات أخرى توافق على هذا المسار، بدليل أن المترشحين الخمسة لديهم مؤتمرات جماهيرية هم لا يتحدثون مع أنفسهم بالتأكيد. نعم، هناك تباين في الآراء. التجمعات الشعبية يحضرها المؤيدون لهؤلاء المترشحون، وفي نفس الوقت أيضا توجد وقفات احتجاجية للرافضين. ليس كل من هو في الشارع يرفض المسار الانتخابي الحالي، هناك من هو مقتنع ومقتنع بهؤلاء المترشحين، والكثير منهم يرى أن منصب رئيس الجمهورية لا يجب أن يبقى فارغا خلال هذه الفترة الحساسة، بينما يرى أطراف آخرون بأنهم بقوا لمدة طويلة دون منصب رئيس الجمهورية، والأولى توفير ظروف مناسبة ولكي تجري الانتخابات في أجواء يرضى بها الجميع وتنال توافقا شعبيا حتى تكون تعيد المصداقية شرعية الحكم التي فقدها منصب رئيس الجمهورية لمدة زمنية طويلة في البلاد. مراسل الغد في الجزائر حسان جزائري، شكرا لك.